يشمل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برعايته بطولة سمو ولي العهد السنوية الثانية الكبرى للرماية التي ينظمها نادي الرماية الكويتي الرياضي. وقد أناب سموه حفظه الله معالي محافظ العاصمة شيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح لحضور حفل ختام البطولة في الساعة 5:30 من مساء يوم السبت في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية.